الحقيقة الجزيرة بتتطور كل سنة وبتحاول تفتح آفاق جديدة، سواء قنوات رياضية وقنوات أطفال وقنوات وثائقية وقناة الجزيرة الوثائقية، إنها تهتم كمان بالشباب إنهم يعملوا تشانل لوحدهم أو طريق لوحدهم عشان يقولوا وجهة نظرهم. فأنا بقول ده شيء جيد، ويا ريت الشباب دول يشتغلوا كمان في الوثائقي بالتحديد. هنا بعتبر الأفلام الوثائقية والتسجيلية هي ذاكرة الأمة، أو هي التي تحمي ذاكرة الأمة.